امكانياتنا المتواضعه يعني ننتقل واحد العدد ديال الدول. يعني انا مؤخرا كنت شاركت في مؤتمر في اسطنبول ديال الاحزاب اليساريه اللي حول البحر الابيض المتوسط اللي كيجمع واحد العدد ديال الاحزاب، ويمكن لي نقول لك انه من البقايا ديال الحرب البارده اغلب الاحزاب اليساريه في العالم يعني كتنحاز للاطروحه ديال الانفصال، يعني واخا ما عرفاش الخبايا فهذا الشعب يريد ان يتحرر، وما عارفينش بان المساله راه ديال الشعب المغربي فيه انفصالي ما فيش فيه ماشي انفصالي، يعني كينحازوا بطريقه يعني اوتوماتيكيه لهذاك الطرح. وانا لقيت راسي يعني لا في هذا المؤتمر ولا في المؤتمر اللي سبقوا في باليرم يعني امام واحد القناعات راسخه، وباش زعزعها يعني ماشي سهل. يعني كانت الاطروحه ديالنا حنايا متقدمه جدا، ملي كنقول لهم حنايا ناضلنا ونناضل من اجل الديمقراطيه الكامله والمواطنه وحق يعني حق الشعب المغربي كله في تقرير مصيره ديال 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 التحرر والبناء، وانه كذا يعني كيستمعوا لنا بامعان. وانا يمكن لي نقول لكم يعني المحطه الاولى ربما كان تشنج، المحطه الثانيه لقيت شويه ديال الانصات، لان هاد الناس علاش اللي خصنا نفهموا هو انه ما يحرك اليوم واحد العدد ديال الدول، ما تنتكلمش على الشخصيات، ذات الحس الانساني الذي يحرك الدول هو المصالح. يعني وبطبيعه الحال المصالح السياسيه والاقتصاديه، يعني كيشوفوا راسهم فين غادي يربحوا فين غادي هذا، وانطلاقا من ذلك كيتاخذوا موقف هنا وهناك. هنا المغرب خصو يعرف مصلحته فين هي وكيفاش يمشي ليها. يعني مصلحته في استكمال وحدته الترابيه، وباش يمشي ليها خصو يدير يعني ما يجب ان يعمل يعني في الداخل. يعني ما يمكنش خصنا نتقدموا، حيت كاين اللي كيقول لك راه المغرب كيف ما انتم ما كتشوفوا والو راه المغرب يتقدم، لا المغرب خصو مازال يوضع جهويه يعني قويه ديال بصح اللي تعطي امكانيه ديال التنميه المحليه وتعطي النخب المحليه امكانيه تدبير الامور ديالهم، وهذا غادي يكون بناء ديمقراطي يعني قاعدي. المغرب خصو يزيد يطور الدستور ديالو باش نوصلوا للفصل الحقيقي للسلطات والاستقلال نزاهة القضاء. حنا مصيرنا هو هذا، لان المغرب في الموقع الجغرافي اللي جا كنظن منه غتمشي الانطلاقه الايجابيه للديمقراطه في الشمال الافريقي وفي الدول الافريقيه كامله. افريقيا اغنى قاره في العالم باليورانيوم بالذهب بالبترول، وافقر قاره باكثر من نصف ديال الساكنه ديالها تحت عتبه الفقر. لماذا؟ لاننا نواجه مافيا تتسمى لا مافيا افريك، يعني كيسلبوا خيراتنا وكيخليونا حنا في مكان شي حاكم مستبد كيعاونوه باش يبقى. وانتم شفتوا التدخل اللي حاولت تعملوا فرنسا في تونس، يعني اليوماري الوزيره ديال الدفاع قالت لهم انا نصيفط لكم كيفاش يعني تهدوا ديك الانتفاضه التونسيه باش تشوف هذوك الدول اللي داروا هما الثوره ديالهم الثقافيه وداروا الثوره الكبيره ديالهم وبناوا الديمقراطيه كيفاش ما بغاوناش حنا نتحرروا كشعوب. شكون وصلتو لاسطين؟ اجي ارتاحوا شويه. لا حنا باخر اصاحبي، يلاه دابا نمشيو للبحر. حافلات جديده، متعه وطاقم محترف. سيداتي سادتي، مع ستيام سافر فيما بغيتي توصل مرتاح. ستيام، سفر على حقو طريقو.